الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أجرت الحكومة في العراق صفقة جزئية لشراء الحنطة العالمية مع انتهاء الحنطة العراقية المحصودة في نيسان الماضي، والتي بلغت 2,500,000 طن لم تكفي سوى لتغطية أقل من 7 أشهر. هذا ونقلت وكالة رويترز عن المتعاملين الأوروبيين في تقييمات أولية أن وفد مشتري الحبوب الحكومي في العراق اشترى في مناقصة دولية هذا الأسبوع حوالي 150 ألف طن من القمح، فيما تقدر الأموال التقريبية التي أنفقت لشراء هذه الكمية بنحو 73 مليون دولار، وهي أرخص ب11% مما لو اشتراها العراق من الفلاحين العراقيين. أكدت اللجنة المالية النيابية استمرار أزمة الموظفين مزدوجي الجنسية ومن وصفتهم بالفضائيين في المؤسسات الحكومية في وقت يبحث آلاف الشباب عن فرصة عمل. وقال عضو اللجنة جمال كوشر إن هناك نحو 300 ألف فضائي يستلمون رواتب وهم غير موجودين بصورة فعلية في المؤسسات الحكومية، بينما يوجد إلى جانبهم 200,000 موظف آخرين مزدوجو الرواتب، لافتا إلى أن حل أزمة الخريجين في البلاد يبدأ من إصلاح منظومة التوظيف والرواتب وإنهاء فوضى الدرجات الوظيفية. أكد النائب السابق فرات التميمي أن نصف المواد الفاسدة إلى أسواق العراق تأتي عن طريق ديالة. وقال التميمي إن العراق يعاني من مشاكل كبيرة في القطاع الاقتصادي، لكن أبرزها هي وجود معابر لا تخضع لسلطات الحكومة، ومن خلالها تدخل مواد فاسدة وأخرى غير صالحة للاستهلاك البشري وتغرق أسواق البلاد. وأكد التميمي خطورة المواقف وأهمية الانتباه له واتخاذ كل الوسائل لإيقاف التهريب الذي يمثل نزيفاً آخر للاقتصاد الوطني ويدفع ما تبقى من الصناعة إلى الانهيار. كشف سوق الأوراق المالية في العراق أن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من 17 مليار سهم بقيمة أكثر من 6 مليارات دينار. وأوضح أن مؤشر التداول أغلق لأول جلسة من الأسبوع على 600 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 584 نقطة، محققا بذلك انخفاضا مقداره 2.69% عن إغلاقه في أول الجلسة، منفذا أكثر من 2800 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق. استأنف قطاع النقل الحكومي بالعاصمة التونسية تونس عمله الخميس بعد إضراب نفذه الموظفون بشكل مفاجئ، شل خطوط النقل عبر الحافلات والمترو للاحتجاج على تأخر صرف رواتب موظفي الشركة. هذا وعادت حركة وسائل النقل يوم الخميس بعد أن شهدت العاصمة طوال ليلة الأربعاء شللاً بسبب الإضراب لعدم تمكن العديد من المواطنين من الالتحاق بعملهم منذ الصباح. وأعلنت وزارة النقل استئناف السفرات على شبكة الحافلات والمترو، وبالتالي تعليق الإضراب الفجائي الذي نفذه أعوان الشركة، وذلك على إثر جلسة تفاوضية جمعت مسؤولي الشركة والطرف النقابي. حذر البنك المركزي البريطاني من أن الاقتصاد قد يواجه أطول فترة ركود منذ أن بدأت السجلات الموثوقة قبل قرن من الزمن. وأوضح البنك أن الاقتصاد قد يواصل انخفاضه إلى 8 أرباع متتالية من النمو السلبي، إذ ثبتت صحة توقعات السوق الحالية مع عودة النمو في منتصف عام 2024 فقط. وهذه انتقال إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز إلى اللقاء.